الفيديو ده مختلف جدا، لان الفيديو ده متصور في سوق الفيك والاوريجينال، الحاجات اللي متقلده في البراندات العالميه باسعار مختلفه جدا. وحابب اقول لكم ان دي مافيا، لان حقيقي اول لما عرفوا ان انا بصور كان كل حاجه هتروح، ومش اي حد بيصور هناك. ففي الاول الفيديو ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب كومنت، ويلا بينا في المغامره دي. اغلى البراندات هتلاقوها هنا. اهلا بيكم في الفيك ماركت. صباح الخير، فيديو جديد. النهارده احنا في شارع بايما، وشارع بايما ده فيه كل الملابس المفروض اللي هي بتتباع في مصر على الاوريجينال او في العالم العربي كله، بتبقى متقلده من هنا، والتقليد هنا بالشكل احترافي حرفيا، انت ما تفرقش بين البراند وبين الفيك. الفكره كلها ان الاسعار هنا رخيصه جدا، وده اللي هنشوف الفيديو. وبرده لو في حاجه غاليه هنشوف فيديو. الشارع ده كبير جدا، شارع كبير حرفيا. فتعالوا نشوفه، بس ما تنساش اول فيديو تعمل لنا لايك سبسكرايب كومنت عشان نكمل في المشوار. ودي رحلتنا في السيم، يلا بينا. مانجو ده سكند وان. كم هير مانجا مانجو. عمال هنا غريب قوي، مش فاهم اللغه. انت حتى مش الصوره مش عارفها. مانجا. بصراحه يومنا ما ينفعش يبتدي غير لما نجرب حاجه غريبه، والمره دي جربنا شويه فاكهه مضروبه بعضيها. مانجا بلبن بطيء. زي ما انتم شايفين المولات هنا ضخمه جدا، وده اول مول هنخشه. هلو الناس هنا عسل قوي. وده اول مول هنخشه، وكواليتي جامده قوي. لا الكواليتي حلوه قوي قوي. بصوا الحاجات هنا بكل الوانها، ده حرفيا لو حد عايز يفتح اي حاجه يجي السين، يجي السين. حتى الشورتات المختلفه. ده برضه شنط، عايز اجيب ظهرها، عايز اجيب ظهرها. بتاعتك ايه بس؟ اغلى شنطه ممكن تلاقيها هنا ب 1200 جنيه. هاو ماتش فور ذيس؟ 280 ب 1960. فاينل برايس 20 جنيه. تلات ساعات بس فاينل. سوق الفيك، عايز اقول لكم ان المولات شكلها حلو جدا. ايه ده يا جدعان؟ سوق ليو خوا، وده مشهور جدا في مصر. الناس بتيجي تستورد كل حاجه بسعر التراب. اتمشى بقى. اول حاجه شفناها هو السوق اللي كله ملابس البنات. الحاجات هنا رخيصه جدا، يعني تعالى مثلا اشتري 250 تحفه، اضرب 150 فين انت 39 قطعه. 39 ده عشان تشتروا قطاعي، انما لو انتوا جايين تشتروا قطع كتيره فانتوا هتاخدوه ببلاش حرفيا. ممكن تاخدوه ب 10 يوان. 10 يوان ده يعني 70 جنيه. كريدا كوندا كيلفين كلاين. وهنا في نظارات، نقيس واحده ونشوفها بكام. عادي. This one do you have Ray-Ban? No. Gucci. This is Gucci. You have this like this? How much for this? This is 180. 180? Yeah, 180. In my theory. Yeah, you know, but not 180. Final price? 150. عادي. سيب وامشي، في غيره كتير. الجواكت ده يعني. ده ب 100 وين. ده 700 جنيه. تحفة. If you give me a good price, I will buy it. 你要多少件? نديها بقى سعر. 最低 这个 105. Okay, I will come after 10 minutes. اوكي اوكي ماشي. الجاكيت ده باي باي. الجاكيت ده كان ب 200 يوان، نزلته ل 105، يعني حوالي 735. حلو الجاكيت ده برضه. ايه ده جامد قوي. بصي اوف حلو قوي. هاو ماتش فور ذيس؟ 100. واحد برضه 50. بيتكسب ابو الكاميرا. فور بيسز 100. هاو ار يو؟ ني هاو كيلو. فور بيسز 100. حلو الجاكيت ده قوي. ايه ده؟ ايه ده الاسعار؟ يا ابني جبت لك 25. وده جامد قوي. ايه ده جامد قوي، ممكن اشتريه. هاو ماتش فور ذيس؟ فور وان؟ تو ماتش تو ماتش. وي ار فروم ايجيبت. صورة تحت بقى جامدة قوي. هاو ماتش فور ذيس؟ 120. ها؟ 120. 120؟ ليه ده؟ عندهم بقى حاجة اسمها الأوريجينال براندز، بمعنى مش لازم الأوريجينال اللي هو زي البراندز اللي هي زي تومي هيلفيجر، بولو، ولاكوست والكلام ده كله، لا. هم عندهم ان هم بيطلعوا الحاجه بنفسهم وديزاينات بنفسهم، وهي مختلفه جدا وحلوه جدا. لو نزلت مصر هتكسر الدنيا. بس I am recording for myself. Myself. You know? Okay. Okay myself. Okay. No, my way. يعني حطها بس في وشك. عسلك. What your name? Your name? Kiro. 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 My name is the Chen Jianhao. Huh? My name is the Chen Jianhao. Chen Jianhao. Toilet.
دخلنا شارع قديم خالص يبلغ عليك. اه هو مش سهل. اوكي ايه اول محل؟ خش على طول. لا اللي جبتها بره اعمل بول. ده وومن؟ وومن؟ لا 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 جوتشي يا اسطى. جوتشي جوتشي. برادا اوف فيك اعتقدش. بص 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 موكلير يخرب بيت عليك. بص اعتقد مفيش يوتيوبر قبل كده صور الحاجات دي او صوروا بشكل عام بالفرايتي دي، فدي نقطه تحسب لنا فاعملوا لايك سبسكرايب. بطرونات دول اسم شبهنا. ده مش فيك ماركت، ده الماركت ذات نفسه. لويس فيتون. بص ده بص جوتشي ده. نعم مونكلير ده مصر بيتباع غالي قوي. الحاجات دي نورث فيزا كل التفاصيل سيريال نمبر. رايحين نشوف الكوتشيات. اوه جوتشي بلانسياجا اغرب البراندات ممكن تشوفها. يا لهوي لويس فيتون الحاجات دي انا عمري ما كنت اشوفها. مافيا يا جدعان حوار غريب قوي. بصوا كوتشيات لويس فيتون الحاجات دي مش في مصر ولا هتنزل مصر ولا هتنزل دول عربيه لان هي غاليه جدا. بصوا ديور. هاو ماتش فور ذيس؟ 150. جيب لي ذا فاينل برايس يا حاج. شبه الارمني بس مضروب. وده جوتشي بس مضروب. هم عاملين نفس كل التفاصيل بس مضروبه على فكره. بصوا علامه نايكي. واحد طالعين من مول. ده الجو اللي حاليا موجود. امبريلا وير امبريلا. جو فظيع. العاصفه دلوقتي هديت شويه. الدنيا بص عامله ازاي. دلوقتي هنخش بقى على الساعات الفيك. والساعات هنا ممكن تلاقي بتلخبطه في الاسامي شويه. يعني رولكس ممكن تلاقيها بوليكس. ايجيا. ايجيا. كل الساعات دي مش هتلاقي مكتوب عليها اسم صح. هتقول له عايز اسم صح يفتح لك الدرون. باتيك فيليب. مش مكتوب عليها باتيك فيليب. هاي كواليتي. لويس فيتون ذا باك. سي سي حلو والله. هاو ماتش؟ جيب ا جود برايس. وي ار بزنس. بزنس ميني ميني. بزنس ميني ميني. ميني ميني. هاو ماتش؟ سي تولد مي نو. ميني 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 ميني. ذيس ماني. بس نص ثانيه. اوميجا. How much? حط سعر. ها ايه اللي حط سعر؟ نو نو نو. عندنا. خدنا الساعة دي من 180 ل 90. من 180 ل 90. 630 جنيه مصري. جامد. سيسي. سيسي. الدنيا هنا حلوة بس فاصل فاصل وفاصل. رولكس. رولكس 1 اكسيتولد از 5 رولكس. هصور 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 استني تمنيت عشان احاسبه. طب ماشي قول الله. نهايه اليوم احنا كده خلصنا كل حاجه في الشارع. دلوقتي هروح ناكل ونشوف هناكل ايه كده حاجه بسيطه كده ونقفل اليوم. بس ما تنساش دعمنا باللايك سبسكرايب كومنت. يلا بينا. اكتر حاجه متعبه في اخره اليوم انك ما كنتش بتلاقي اكل حلال في اي حته. بس المره دي اكتشفنا مكان بيعمل شاورما بالفراخ واللحمه. اكل صيني وحلال بس كان طعمه حلو جدا. حلال. حلو. فقرة اليوم والقعدة دي والساندوتش اللذيذ ده يومنا انتهى الحمد لله على كده. ان شاء الله نشوفكم في فلوج جديد اليوم الجاي. ان شاء الله هيبقى احلى واحلى فلوج برضه للسين. تعمل لايك وسبسكرايب كومنت وسلام.